تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار مقر مكتب التنسيق المركزي في موقعه الجديد بجامعة عين شمس، وذلك في إطار متابعة سير عملية التنسيق. نتابع معكم المزيد. في ثاني جولاته بمكتب التنسيق، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والذي تستضيفه لأول مرة في تاريخها. ورافقه في الجولة الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالي. وتفقد الوزير جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة المكتب واستقبال الطلاب وتجهيزاتها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب. المرحلة الأولى للتنسيق اللي بدأت يوم السبت اللي فاتت وإن شاء الله هتنتهي يوم الأربعاء القادم بإذن الله، ثم ثلاث أيام بعدها يكون بنعلن نتيجة المرحلة الأولى، وفي نفس اليوم بنعلن نتيجة أو بنعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية والمواعيد الخاصة بيها. احنا قلنا في أكثر من مرة، احنا حتى الجامعات المصرية في كل المحافظات متوفر فيها معامل الكمبيوتر علشان تقدر انها اي طالب مش عارف ان هو يخش على الموقع الالكتروني او يسجل رغباته او عنده حتى حالة من العدم الوعي او الادراك في ما اللي هو عايز يعمله يروح الجامعة، وبناء على التعامل مع اعضاء التدريس والهيئة المعاونة جنب محافظته جنب قريته جنب بلده نقدر ان احنا نساعده لحد ما نطمئن تماما ان هو دخل الرغبات زي ما هو نفسه فيها. الاهم حاجة ان الطلبة هما بيسجلوا رغباتهم من خلال المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وحتى المرحلة الثالثة، ان هو اي تعديل يتم في خلال الوقت المعلن للمرحلة بعد ما بنقفل الباب بيبقى التعديل صعب جدا، ويقدر ان هو يحافظ دايما على الرقم السري بتاعه ما يديلوش لحد علشان يقدر ان هو ما يحصلش اي تغيير للرغبات بتاعته من غير رغبته. والتقى الوزير الاداريين العاملين بمكتب التنسيق وتابع الخدمات الصحية المقدمة للطلاب، وتأكد من دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشؤون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة. ويشهد مكتب التنسيق المركزي التابع لوزارة التعليم العالي إجراءات مشددة من قبل الأمن وبوابات كاشفة عن المعادن وكشف حراري على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة قبل الدخول. الطالب اللي قدم رغباته وعاوز يعدلها في خلال فترة المرحلة ممكن يعدلها خلال الخمس أيام دول، لأن بعد انتهاء المرحلة وإعلان نتيجتها مفيش تعديل ترشيح للطالب تاني. فالطالب اللي متردد اللي نسي الرغبة ما كتبهاش، اللي عاوز يكتب الرغبة تاني، اللي يعني يتفاوض مع أسرته تاني يكتب، يحاول لو هو نسي حاجة يعدلها تاني على الموقع، ده متاح لجميع أبناء الطلاب. احنا بناخد بآخر تعديل الطالب عمله على الموقع لعندي يوم الأربع الساعة 7 مساء إن شاء الله. خصص مكتب التنسيق المركزي شبابيك خاصة بطلاب الشهادات المعادلة وشبابيك خاصة بطلاب الثانوية العامة، فيما خصص المكتب استراحات وأماكن انتظار لأولياء الأمور، ووضع علامات إرشادية لوقوف الطلاب للتأكيد على التباعد الاجتماعي. ويتوافد عدد من الطلاب بين الحين والآخر على مكتب التنسيق، ويتم توجيههم من قبل الموظفين على البوابات لأماكن مكتب التنسيق وأماكن الشهادات المعادلة للطلاب الراغبين للتقدم للكليات العسكرية. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الأول حاصلين على الثانوية العامة، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 من أغسطس ولمدة 5 أيام، وتنتهي في 26 من أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب. أبانوب ويليام، ميسات.